السلام عليكم، مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا لاباس. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله الكريم. اليوم في هذا الفيديو جبت لكم هذا الدبار راح نتكلم عليه. لاول مره تزوروا قناتي، مرحبا بكم في قناتي وشرفتوني بزيارتكم. قلت لكم جبت لكم هذا الدواء ليكسينال، رايحه نتكلم عليه ونقول لكم على السعر نتاعو وطريقه تناوله. انا حطيت عليه فيديو في السابق، عندي فتره من اللي عملت عليه فيديو، عندي مدة طويلة من اللي عملت عليه فيديو، وكاين أسئلة هكا ما على باليش اسكو ذكرت انا في اكيد ذكرتها. كاين اللي ما يتموش الفيديو، واش قلت على هذه هما تكون عندهم أسئلة بزاف. قلت انا ما عليهش نعاود هذا الفيديو، مادام عندي هاد الباكيات نعاود الفيديو هذاك ونعطي فيه التوضيحات اللي ممكن ما ذكرتهاش. طريقة تناوله كما تلاحظوا، اولا هو ليكسينال هذا هو مضاد حيوي، مضاد حيوي للجراثيم، مضاد حيوي للجراثيم التي يصاب بها الانسان. ممكن تكون هذا الجراثيم في الحنجرة او في الانف او في الجهاز التنفسي او في الجهاز البولي او في البروستات، يعني كاينين حالات يوصف الطبيب فيها ليكسينال التي تصاب بهذا العدوى والجراثيم. وكاين اللي ممكن يصاب بحبوب فيها تقيحات في الجسم، يكون الجلد يصاب المريض في الجلد بحبوب فيها تقيحات ملتهبة، هذه الحبوب وتعمل يعني تكون فيها آلام وتكون فيها دم وتقيح، دم وتقيح يعني تكون ملتهبة وحتى تقدر تعمل حمى للمريض. هنا يقدر الطبيب ثاني يمدلكم هذه ليكسينال في هذه الحالة، يعني تعالج هذيك ممكن جرح ويتحول إلى جراثيم وتكون فيه تقيحات، يعني هذاك الجرح ما يبراش ويولي فيه تقيحات. في هذه الحالة يقدر الطبيب ثاني يوصف لكم ليكسينال باش تعالج الحالة اللي عندكم. المهم بالنسبة للناس اللي ما يقدروش يتناولوا، اللي عندهم حساسية من المضادات الحيوية، والأطفال اللي أقل من 6 سنوات، بالنسبة للحامل والمرضعة إلا للضرورة تقدر تتناول الحامل ليكسينال وكذلك المرضعة، لكن بشرط أنها تتوقف عن الرضاعة، لأنه هنا الطفل راح يتأثر بالمفعول تاع هذا الدواء. تتوقف عن الرضاعة وتتناول الدواء نتاعها عادي حتى تبرأ. السعر نتاعو هو 70,000 باش ما نساوش. طريقة تناوله كما تلاحظوا 3 حبات في اليوم بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء بعد الأكل لمدة 10 أيام. هذيك يقدر الطبيب على حساب الحالة، يقدر يقول لك 10 أيام، يقدر يقول لك هي عموما المضادات الحيوية تكون يعني بالوقت وتكون معظمها 10 أيام، يعني 10 أيام باش الحالة هذيك تزول، وترافقها أدوية أخرى كذلك من المضادات الحيوية ممكن باش يتعالج المريض في بسرعة يعني أو في فترة قصيرة. المهم هنا حط الطبيب هنا 10 أيام لتناول ليكسينا، ولازم اللي عندهم إسهال أو اللي عندهم قصور كلوي لازم يخبروا الطبيب في هذه الحالة، واللي عندهم حساسية من المضادات الحيوية لازم يخبر الطبيب نتاعه كي راح يوصف له ليكسينال هذا، لازم يخبر الطبيب بالحالة اللي تكون عنده. وهذا هو ليكسينال، هو مضاد حيوي قلت لكم لعلاج الجراثيم التي يصاب بها المريض والالتهابات كذلك التي يصاب بها الأشخاص، يعني حالات مختلفة للجراثيم والالتهابات. وهذا هي المعلومة على ليكسينال، هذه هما المعلومات اللي عندي على هذا الدواء ليكسينال. السعر نتاعو قلت لكم 70,000، وان شاء الله نكون جاوبت على الأسئلة اللي تحطوها لي في الفيديو. انا حطيت عليه فيديو سابق ما عرفش شحال عنده. وهذا هو الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في فيديو قادم ان شاء الله، والى الملتقى.